بعد ان شهدت لبنان مؤخرا تفجيرات متتاليه لاجهزه البيجر نتيجه هجمات سيبرانيه مدمره اثارت هذه الهجمات قلقا واسعا في المنطقه وطرحت تساؤلات حول احتماليه تكرار السيناريو في دول اخرى مثل العراق خصوصا للفصائل المسلحه المواليه لايران والتي قد تكون اهدافا مستقبليه لهذه الهجمات. كونها تنتشر في مناطق واسعه من البلاد وتمتلك اسلحه وانظمه الكترونيه متطوره ومشابهه ايضا لاجهزه عناصر حزب الله اللبناني، وهو ما يضع العراق ضمن حسابات اسرائيل في حال لم تلتزم تلك الفصائل باتخاذ خطوات هادئه لمواجهه تلك الهجمات، خاصه وان هذه التهديدات السبرانيه باتت تشكل جزءا اساسيا من الحروب غير التقليديه التي تتعرض لها الدول لذا تنبهت الحكومه العراقيه بسرعه لمخاطر الهجمات السبرانيه عقب ما حدث في لبنان وبدات الجهات الامنيه بتجديد الرقابه على الاجهزه الالكترونيه حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحه بالتعامل مع الشركات الرصينه قبل عمليه استيرادها وإخضاعها لفحوصات دقيقة قبل دخولها إلى الأسواق المحلية لحماية البنية التحتية الرقمية. هذه المعادلة ترفع من تعقيدات الوضع الأمني في البلاد وتضع المزيد من الضغوط على الحكومة العراقية لضمان حماية أمنها القومي وسط مطالبات داخلية بإعادة النظر في الوجود والنفوذ الإيراني كون إيران تمثل تهديدا رئيسا لإسرائيل. الامر الذي قد يجعل العراق اكثر عرضه للتهديدات الخارجيه ومع تزايد المخاوف من استغلال التكنولوجيا في الاعمال العدائيه يبقى تعزيز الرقابه وتطوير القدرات الامنيه اولويه قصوى للحكومه العراقيه لضمان عدم تكرار المشاهد الدمويه اللبنانيه وتجنيب ملايين الارواح كوارث لا يحمد عقباها